بتاع التايم سكيدجول بتاع السكشنز. هنتكلم على دي 1، يبقى عندنا لوحه الايه الشرف اللي موجوده في اول ما ندخل في اللاب بتاع الفسيولوجي، هنلاقي متعلق عليها بالكتابات المطلوبه. الناس اللي كانت سكشنهم يوم الاحد اللي كان اجازه 6 اكتوبر رسمي، اديناهم اكسكيوز ان هم يحضروا اي يوم تاني خلال الاسبوع وياخدوا الاتندنس بتاعهم حسب الجدول بتاعكم اللي يناسبكم. بالنسبه ان شاء الله الاسبوع الجاي هنبتدي الكويزز على الجزء اللي خدناه في الاسبوع الاولاني اللي هو المورفولوجيكال ديفرنسز ما بين البرايمري والبرمتيز. لو سمحتوا نربط التزام بالسكشن. نو اكسكيوزز ان حد يبدل سكشن. مفيش حد عشان يمتحن يروح سكشن تاني. زي ما هو الاتندنس حضرتك ممكن تحضر في اي يوم بس ما تاخدش غيابه، حضرتك مش هينفع تمتحن غير في سكشنك. فمنعا للاحراج محدش يجي لي من فضله بعد المحاضره او يروح للاساتذه ان بتوين السكشنز او اثناء السكشن عايز يبدل يوم امتحانه. امبارح جالي في السكشنز الناس اللي عندها اكسكيوزز وبدلت يوم سكشنها من شؤون الطلبه ورقه مرضيه رسمي من شؤون الطلبه ومن المسؤول عن التبديل. لو سمحتوا احنا ما عندناش اكسكيوزز خالص في التبديل عشان احنا عندنا نيم ليست احنا ملتزمين بيها. زي ما احنا بنسهل عليكم انتوا كمان سهلوا علينا، موضوع التبديل ده بيعمل لنا مشاكل كتير جدا. فنو اكسكيوزز في موضوع التبديل. This is number one. Number two، ارجو الالتزام بان احنا نلبس البلطو الابيض بتاعنا في السكشن. زي ما عضو هيئه التدريس بيشرح لحضرتك هو لابس البلطو الابيض، انا اعتذرت امبارح الناس اللي انا كنت موجوده في السكشن ان انا ما كنتش لحقت اجيب البلطو لان البلطو ما كانش معايا. لكن من فضلك حضرتك ملتزم ان حضرتك تحضر السكشن بالبلطو الابيض. مفيش حاجه اسمها نسيت البلطو في المستشفى او حبيت اجيبه. دي رقم واحد. اثنين، رقم ثلاثه، احنا بنبدا السكشن وربع بالظبط. بنبدا السكشن وربع بالظبط، من بعد وربع مفيش غياب. يجي بعد كده الناس تزعل وتستاذن وتاخرت دقيقه وتاخرت دقيقتين، عملنا نظام مناسب للاعذار دي، قلنا اليوم اللي حضرتك ما خدتش فيه سكشن بيتحط لك نقطه سوداء قدام اسمك. لو حضرتك التزمت الثلاث مرات اللي بعدها حضور في ميعاد السكشن اللي هو لو السكشن 11 الماكسيموم بتاعنا 11 وربع، لو واحده الماكسيموم بتاعنا 10 وربع، بتتشال لك اول نقطه سوداء. مفيش التزام يبقى بتفضل غياب اول سكشن موجود لحضرتك. يبقى احنا اخر ميعاد حضور السكشن ربع ساعه من بدايه السكشن هو والغياب. ده بالنسبه للريجوليشنز او الديسيبلينز بتاعه الخاصه بالسكشنز. لو حد ليه اي مشكله قابلته من اي نوع او اي استفسار حاجه ريليتد للسكشن يا ريت تقولولي عشان ابقى اوير بيها. لو حد ليه اي كومنت بالنسبه للكتاب، للاسف هو كان المفروض وعدني النهارده ان هو يجيب الكتاب، حتى عمل له تصريح الدخول بالليل اعتذر عن الميعاد لان هو ما لحقش خالص. فانا بعتذر لكم ان احنا هنأخر الكتاب ان شاء الله يوصل بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله قايل لي الحد او الاثنين باذن الله يكون موجود في المكتبه. انا بعد الكويز في السكشن اللي حضرتك خدته، بمعنى نوع الكويز شكل الكويز. اوكي بس معلش خلاص موضوع الكتاب ان شاء الله الكتاب هيبقى موجود. انا اسمع، انا مش عايزه كده، انا بسال اللي عايز يقول حاجه اللي يتفضل يقول، مش عايزه اللي بسوق. بخلص نقطه الكتاب، ثانيه واحده بس، بخلص نقطه الكتاب ان شاء الله الكتاب يبقى موجود في المكتبه يوم الاحد او يوم الاثنين الجاي باذن الله. بالنسبه للكويز اللي هنمتحن في الجزء بتاع المورفولوجيكال ديفرنس، زي ما حضرتك شفت في السكشن بنجيب لحضرتك صور وبنسالك ايه نوع الدنتيشن، عرف السنه دي امتى بيطلع الايه السنان اند سو اون، نفس اللي حضرتك خدته في السكشن مورفولوجيكال ديفرنس. لو في حاجه اتقالت في المورفولوجيكال ديفرنس ليها سيجنفيكانس حضرتك لازم تبقى عارفها. الكلام ده حضرتك سمعته في السكشن وسمعته في المحاضره. حضرتك هتتسال لو مثلا عندنا حاجه ليها سيجنفيكانس ايه سبب، او حاجه في المورفولوجيكال ديفرنسز ليها سيجنفيكانس ممكن تتسال ايه السيجنفيكانس بتاعها، او يشاور لك على حاجه في الاناتومي في الاناتومي بتاع السنه ويقول لك دي اسمها ايه، او عرف لي دي او ليبل دي، او ايه الفرق بين البرايمري بيرمنت كذا، او السنه دي اسمها ايه، هل هي برايمري ولا بيرمنت. هو دي نوع الاسئله زي بالظبط اخر سكشن لما طلعنا لكم صور وقلنا لكم ايدنتيفاي التيز اللي موجوده مش اكتر. تمام. بالنسبه للجزء المهم جدا بالنسبه لكم الكويز ده عليه كام؟ ده اخر حاجه انا بتكلم فيها. خلاص بالنسبه للكويز عليه قد ايه؟ احنا عندنا تقريبا متوسط 4 كويزز بير تيرم.
حضرتك بتاخد افريج للكويزز دي، يعني الكويز اللي جاي ده بيتصلح من 5. اوكي، في حد ليه سؤال؟ اتفضل. نذاكره منين؟ احنا دلوقتي عندنا، احنا المفروض نعرف ايه الفرق بين البرايمري والبيرمننت. حضرتك مطلوب منك تقعد على اللابتوب او الكمبيوتر وتطلع من الانترنت صور فرق بين البرايمري والبيرمننت، صور كتير. ليه؟ عشان عينيكوا تبتدي تاخد. يعني احنا امبارح كنا بنشرح السكشن، طبعا يعني سيبكم الحاجات الاكستريم الغريبه شويه اللي حد متلخبط بين الفايف والاي، دي طبعا ابنورمال. الحاجات الموست كومن بنتلخبط بينها الدي والفور. عينيكوا هتاخد لما نشوف 100 صوره ولا 50 صوره للدي والفور، خلاص عينينا خدت. ان اديشن هو اتشرح بالتفصيل كاناتوميكال فاريشن ايه الفرق بين الدي وبين الفور. الفور شكله مختلف تماما عن الدي. الدي ده مولر، يعني ليه كلوزا تيب، يعني شكله سكوير. لكن البري مولر حاجه ثانيه مختلفه خالص، عباره عن ايه؟ عباره عن تو كاسبس، باين خالص بالذات الفور والفايف باينين خالص. ان الفايف والاي ما فيش منهم اي وجه تشابه، ده اي وده فايف، ده مولر وده بري مولر، ده 6 اقرب لل 6 وده بري مولر. لكن بالنسبه للدي والفور عشان نعرف نفرق بينهم، من فضلكم عينيكم تاخد كتير قوي على المنظر او الفرق بينهم، ان انا اشوف صور كتير جدا على الانترنت. انا مش طالبه منكم وقت المرحله الحاليه غير ان انتوا بس عينيكم تتعودوا، لان احنا طبعا بتكلم عن نفسي يعني، دول لسه صغيرين، بقى لي 20 سنه بشوف انتوا عايز عينيكم تتعود على المنظر ما بين اول 20 سنه. انا دفعه 2000 خلاص. يبقى عشان عينيكم تتعود على الفرق ما بين الدي وما بين الفور او ما بين البرايمري وبين البيرمننت ان جنرال. وكنت بقول لهم امبارح في السكشن وبرجع اقول تاني، ومش عيب، من فضلكم عدوا السنين. كلنا ابتدينا كده، مش عيب، مش حاجه تكسف. هنبتدي مرحله العد، عدوا 1 2 3 4. يعني انا لما اوصل عند 5 يبقى انا بتكلم في ايه؟ يا اي يا فايف، مفيش لخبطه خالص. لما اوصل لرقم 6 يبقى انا بتكلم على فيرست بيرمننت مولر. من فضلك من اول ستارتنج الميد لاين حضرتك تبتدي تعد السنين. طبعا امبارح وضحت نقطه واضح ان هي ما كانتش واضحه عند ناس كتير، ان احنا ما بنعرفش نفرق بين الرايت والليفت ستيل ابتل ناو، ما بنعرفش نفرق بين الرايت والليفت. للناس اللي ما بتعرفش، مفيش اي مشكله، عملنا لهم وريناهم ازاي نعمل الكروس، الكروس الليفت بالنسبه للاوكلوجن.
ده مهم جدا. قبل كده ما كناش بنشرحه في السكشن، لقينا ان الجزء ده شويه بيبقى مسليدنج، شويه بيعمل يعني زي لخبطه شويه او في شويه تريكس كده، فغيرنا او عدلنا السكادجول بتاع السكشن وخلينا في سكشن مخصوص نشرح فيه الكلوجن لحضراتكم. يبقى حضرتك باذن الله لو حضرتك حاضر المحاضره وعندك سكشن هتسمع نفس الكلام مرتين، واعتقد ان ده ان شاء الله يفرق معاك. موجود في الكتاب بطريقه مبسطه، لو حد عنده مشكله بعد كده وهو جاي يذاكره او يقراه يبقى يلجا لنا او يسال حد من اللي هي الهيئه. بالنسبه للاوكلوجن هقول كده كذا بوينت تسهل علينا المذاكره، تقسيمات كده بالظبط ازاي نقدر نذاكر الاوكلوجن. الاوكلوجن ده عشان يحصل ديفلوبمنت الاوكلوجن، يعني ايه كلمه اوكلوجن؟ يعني ايه كلمه اوكلوجن؟ اسمع حضرتك اتفضل. كونتاكت، الدكتور بيقول توست تو توست كونتاكت، ماشي سهلها قوي وبسطها قوي. في حد عنده يعني ديفينيشن او تعريف ادق شويه؟ دكتور اسمع اخر مره هبص لحضرتك، اخر مره هبص لحضرتك. الدكتور بيقول ماكسيموم انتركاسبيشن ما بين الابر واللور تيز او ما بين الاوبوزينج تيز. خلينا نقول ان وانس حصل ريليشن شيب خلاص ما بين الماكسيلاري والمانديبلر تيز، وات ايفر الماندبل انسنتريك او اكسنتريك، هي دي اللي بنسميها اوكلوجن. يبقى الاوكلوجن هي الايه؟ الانترديجيتيشن او الانتركاسبيشن ما بين الماكسيلاري والمانديبلر او ما بين الاوبوزينج تيز، ايه سواء كان المانديبل معامل سنتريك ايه؟ position او exclusive movements اللي هي الايه؟ الاكسنتريك ايه؟ movements بتاعت المانديبل، whatever كانت الاكسنتريك movements في انهي direction. دي كلمه occlusion. طيب عشان يحصل development الاوكلوجن سهلنا وقلنا او قالوا في التكست بوك ان هي divided into three stages mainly four stages. حاجه اسمها pre-dental period of occlusion. pre-dental period يعني ايه؟ pre يعني ما قبل، dental period يعني ما قبل السنين. بعد كده عندي اللي هي ال primary dentition او deciduous dentition period. بعد كده عندي ال mixed dentition period او stage اللي هي primary permanent مع بعض. بعد كده ال full permanent dentition period. يبقى عشان يحصل development occlusion انا بقول كام period او كام stage؟ اربع. يعني ايه pre-dental؟ يعني قبل ما السنان تطلع. قبل ما السنان تطلع تمام في اوكلوجن؟ قبل ما السنان تطلع في اوكلوجن، بدايه الاوكلوجن. حد يعرف الستيج دي بيبقى موجود ايه؟ بري دنتال يا فندم؟ بري يعني بيفور دنتال سنان، قبل السنان مفيش ايهاب خالص، مفيش سنان. في ايه؟ ايوه ممبر ابر جو لور جو. العلاقه ما بين الابر جو واللور جو خلينا نسميها اسم تاني. الطفل هو لسه مولود الالفر بروسس بتاعته بتبقى شكلها مختلف عن الالفر بروسس للناس الايه؟ الاكبر سنا او للطفل او للاي او للتينيجر او الادر. بيبقى حاجه اسمها جام باتس. جام باتس يبقى اسم الالفر بروسس ايه ساعتها؟ ابيرت او عند الانفنت اللي هو حديث الولاده بنسميها جام باتس. نشوف كده صور عشان سهل على حضراتكم. الجام باتس دي هي ما هي الا الفلر بروسس بس عليها كميه الفلر ميكوزا او بريوستيا عليها كميه بريتانشيا او بريوستيا كميه عظم وعليها سوفت تيشو بتبقى مور ثيك اند مور فايبرس وبيبقى لونها بينك وبتبقى ستريتش. يبقى بتبقى فيرم وبتبقى بينك وبتبقى ستريتش وبتبقى عليها كميه ايه؟ سوفت تيشو ايه؟ دنس اكتر من العادي. This is number one. بيبقى شكله ايه؟ شكلها ايه الجام باتس؟ بيبقى شكلها هورس شو شيب زي حبوه حبوه الحصان. هورس شو شيب. بيبقى عليها سيرتن كاركترستيك جروفز نشوفها مع بعض. اولا هي بتبقى تو بورشنز اللي ناحيه الليب والتشيك بنسميها ليبيو باكر بورشن واللي ناحيه البلد او ايه تروف ذا ماوس بسميها اللينجوال او البلتال بورشن. يفصل ما بين الليبيال وما بين البلتال جروف ماشي طول الجام بات ماشي طول الجام بات في السنتر اوف ذا كريست اوف ذا ريدج.
من ايه؟ من ايه؟ ان في النص في الميدل في الكريست. ده اسمه ايه الجروف ده؟ اسمه دنتال جروف. الجروف ده اسمه ايه؟ دنتال جروف. اوكي؟ تمام؟ ممكن تقفل لنا هو؟ بس مش قوي مفرق عشان اسمع الوش. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا جروف جاي بالعرض بايه موجود في ايه؟ enough. Thank you. خلاص في عندنا ترانسفيرس جروف او جروف جاي بالعرض ما بين الكيناي وما بين الدي. الجروف اللي جاي بالعرض ده لو شايفينه اهو ترانسفيرس جروف ما بين الدي وما بين السي، ده بسميه ايه؟ بسميه لاترال سالكس. طب وانا ايه اللاترال سالكس ده؟ اللاترال سالكس ده مهم جدا عشان اشوف العلاقه ما بين الماكسيلاري جامبا وما بين المانديبولر جامبا، هنشوف مين سابق التاني. اوكي؟ يبقى دايما اللاترال سالكس بتاع اللور او المانديبولر جامبا بيبقى مور ديستنت ورا عن الماكسيلاري لاترال سالكس. اوكي؟ بعد كده عندنا جروفز نوع تاني من التالت من الجروف اللي هي بتحدد السيجمنتس اللي هيطلع فيها السنان. خلاص؟ عندنا متقسمه الى ايه؟ عندي 10 ترانسفيرس ايه جروفز، عندنا 10 سيجمنتس متقسمه ترانسفيرس جروفز اللي هي مكان الاسنان، هنا هيطلع الـ A، هنا هيطلع الـ B، هنا هيطلع الـ C، هنا هيطلع الـ D، هنا هيطلع الـ E. يبقى انا عندي 10 سيجمنتس متقسمه بترانسفيرس جروفز. اخر حاجه الجينجيفال جروف، هو الجروف الفاصل ما بين الليبيال بورشن ما بين الجينجيفا ما بين الجام ذاتس الفلور اوف ذا ماوث وما بين البالم، ما بين الجام باتس وما بين الفلوس ذا ماوس او ما بين الجام باتس وما بين البلد، يعني اللي فاصل بدايه الايه نهايه الجام باتس مع البلد في جروف او نهايه الجام باتس مع الفلوس ذا ماوس في جروف بيفصل بينهم اسمه جينجفا جروف. لو جينا شفنا لاترال فيو للجام باتس ماكسيلاري والمانديبر هنلاقي ان هم ان كونتاكت اونلي وان ريجن، قبلها اوبن وبعدها اوبن، قبلها في سبيس وبعدها في سبيس، هو مكان واحد بس بيحصل فيه كونتاكت ما بين الماكسيلاري جامبر وما بين المانديبلر جامبر، قبلها سبيس وبعدها سبيس، يعني حته او اني ريجن بيحصل فيها كونتاكت فقط في الفيرست برايمري مولر ريجن عند الريجن بتاع الدي بس كونتاكت ما بينهم، يعني معنى كده ان السبيس اللي قدام ده نورمال؟ ايوه. معنى كده ان السبيس اللي ورا ده نورمال؟ ايوه. يعني انا عندي انتيريور اوبن بايت اسمها ايه؟ انفانتايل انتيريور اوبن بايت. يبقى دايما الانفانس بيتولد عنده انتيريور اوبن بايت which is considered normal. الانتيريور اوبن بايت دي نورمال ليه؟ ربنا خلقنا كده ليه؟ عشان ايه؟ تفاسيليتيت الايه؟ عمليه السكلينج او عمليه الايه؟ الرضاعه اثناء ما هو بيرضع لازم يبقى عنده انتيريور اوبن بايت which is considered to be normal او physiologic عشان تفاسيليتيت او اكومديت ذا بروسيس اوف سكلينج. اوكي؟ طيب اخر حاجه هقولها في الجزئيه دي ان انا عندي دايما كومبليت اوفر جيت، دايما الاطفال بنلاقي عندهم نورمال اوفر جيت ان اوفر اول دايركشن، كل دايركشن عندي اوفر جيت، يعني دايما الماكسيلا بتوفر جيت عن الايه؟ المانديبولا. تمام؟ دي بالنسبه للستيج الاولانيه او البيريد الاولانيه اللي هي البري دنتال. البيريد الثانيه اللي هي البرايمري ديتيشن بعد الولاده اللي هي بنسميها النيو نيتال تيز، وعرفنا ايه الكلينيكال سيجنفيكانس
هي primary detection team مع ظهور اول سنه لبنيه زي ما الدكتور بيقول لغايه اكتمال الفول سيت اوف بيرمنت ديتشن وظهور اول سنه دايما يعني من اول 6 شهور اب تو 6 سنين. امتى يكتمل البرايمري ديتشن؟ لا سنتين ده المينيمم. احنا المره اللي فاتت ادينا رينج بالظبط يبقى احنا خلينا هنقول من سنتين ونص لثلاث سنين ونص بندي رينج 6 شهور بعد سنه في الايه في الابر زي ما قلنا يبقى احنا عندنا من سنتين ونص اب تو 3 سنين ونص از كونسيدر نورمال يكتمل الفول سيت اوف برايمري ديتشن. اول سنه بيرمنت تطلع عند سن 6 سنين اللي هو فيرست بيرمنت مولر واحيانا بتبقى نفس التايم بتاع اللور انسايزر. يبقى انا عندي البرايمري ديتشن بيريد من اول 6 شهور اب تو 6 سنين. ايه الكاركترستكس بتاعت البيريد دي؟ حد يقول لي في الفتره من 6 شهور ل 6 سنين ايه الكاركترستكس اللي هنتكلم عليها او ايه يميز هذه البيريد او هذه الستيج؟ حد يوصف لي شكل الايه؟ البرايمري ديتشن شكله عامل ازاي؟ سبيسد. دكتوره بتقول ان في سبيسنج. السبيسنج ده ليه كذا اسم، يا اما نسميه جنرالايزد سبيسنج، يا اما نسميه انتر دنتال سبيسز، يا اما نسميه فيسيولوجيك سبيسنج. خلاص كل دي مسميات لحاجه واحده، جنرالايزد لان هو في كل السنين في سبيسنج ما بين كل السنين، دايما السنين مش عامله موست بروبابلي مش عامله كونتاكت، بسميها جنرالايزد سبيسنج او انتر دنتال سبيسز. خلاص ده النوع ده من الارش اسمه تايب 1، ده الديفولت، ده معظم الكيسز بتبقى سبيسد ارش او بنسميه تايب 1. احيانا السنان بتبقى ان كونتاكت مع بعض، مفيش انتر دنتال سبيسنج دي، مفيش جنرايزد سبيسنج، يبقى ده نسميه تايب ايه؟ تايب 2 اللي هو الاسم الثاني بتاعه كلوزد ارش، يبقى الاولاني اللي هو السبيس ده نورمال تايب 1، اما التايب 2 اللي هو الكلوزد ارش وده الاب نورمال. تتوقعوا لما السنان تبقى لازقه في بعض اللي هو التايب 2 اللي هو الكلوزد ارش، تفتكروا ايه المشكله اللي هنقابله؟ اكيد اذا كان دي اصلا ما فيش الانتردنتال سبيسز النورمال طبيعيه موجوده في الايه ما بين البرايمري، يبقى لما السنان الاكبر اللي هي البيرمان تيجي تطلع هتطلع ان ايه؟ ان كراود. مور ذان 99% البيشنت ده هيسفر ان هو عنده سيفير كراودنج لما تبتدي يطلع البيرمان ديتشن او البيرمان تي. اوكي؟ طيب هنا بيقول لي ان اس جنرال ان دايما المانديلر تيز زي ما قلنا بتبريسيد الماكسيلاري تيز وقلناها المره اللي فاتت في الكرونولوجي ما عدا واحده بس اللي هي مين؟ اللاترال انسايزر ده بيطلع اللور بيطلع قبل الايه؟ الابر موست بروبلي. الكرونولوجي مش هقوله تاني. قال لي تاني الفاريشنز اللي ممكن تحصل من بدري سواء اللي هي الايربشن سيستم دي قلناها برضه المره اللي فاتت ايه اسبابها وهاو تو مانج والموست كومن سايز اللي بتحصل فيها. لو اتكلمنا عن الكاركترستكس بتاعت البرايمري ديتشن ايه بيريد هنتكلم على البوينتس الاتي اوفر جيت اوفر بايت والسبيسنج والريليشن شيب ما بين الابر اي واللور اي ودي فيري امبورتنت بوينت. خلينا نتكلم قوي يعني ايه على الاوفر جيت. يعني ايه اوفر جيت؟ قول ايه؟ ما بين الابر واللور ايه؟ هوريزونتال بالظبط. يبقى هي ساجيتال بلين ريليشن شيب، هي علاقه ساجيتال. ايه الهوريزونتال ديستنس ما بين البرايمري انتيريورز وما بين الايه اللور انسايزرز او برايمري الابر انسايزرز اللور انسايزرز؟ تفتكروا كام؟ نورمالي الاوفر جيت في البرايمري ديتشن تقريبا بيبقى كام؟ كام؟ مش سامع. من 2 ل 4. أربعة ده قد إيه؟ أربعة؟ أربعة ده كده. تقريبا الأوفر جيت قد إيه؟ تقريبا الأمتي الأوفر إيه؟ إنسايزرز بينها هوريزونتال ديستانس ما بين اللور إنسايزرز مسافة قد إيه؟ 1 مليمتر. 1 مليمتر خلاص؟ بتبقى في الإيه؟ في البيرمنت طبعا أكتر من كده ممكن توصل أب تو 3 مليمتر. يبقى ايه؟ يبقى في البرايمري بتبقى الهوريزونتال ديستانس دي تقريبا 1 مليمتر. طب يعني ايه اوفر بايت؟ زي ما قلنا ساجيتال بلين ريليشن شيب هي الاوفر جيت، هنقول دي ايه؟ فيرتيكال بلين ريليشن شيب ما بين الابر انتيريورز او ابر انسايدز لور يعني قد ايه من الليبيال سيرفيس بتاع اللور كفرد باي ذا بلاتر سيرفيس اوف ذا ابر انسايدز. كميه الليبيال بتاعت اللور متغطيه قد ايه؟ بالبلاتر. حد يعرف قد ايه؟
خليني اسال سؤال تاني، احنا دايما نورمال بنبتدي بايه؟ النورمال بتاعي هو الاوفر وايت، بعد كده يحصل ايه؟ يحصل اتريشن. طول ما الطفل بيستعمل سنانه السنان دي بتتبني بسرعه جدا لغايه ما الاوفر وايت بيس سريعا جدا هتتحول لايه؟ اند تو اند ريليشن شيب. هتلاقي ايه؟ ايدج تو ايدج الانسايزرز الاثنين انسايزر ايدج ريليشن شيب، الاثنين اند تو اند او ايدج تو ايدج ريليشن شيب. وده بيبقى في سن تقريبا اولموست حوالي 3 او 4 سنين. قعد 3 سنين او 3 سنين ونص يستعمل سنانه الايه الاماميه على سنانه الجنرال، فحصل نوع من الاتريشن خلى السنان بقت ان اند تو اند او ايدج تو ايدج ريليشن شيب. خلاص لازم تبقى عارفين نوع الاوكلوجن ده يا جماعه، مهم قوي. بيقابلنا بقى حاجه لطيفه واحنا بنشتغل، العيان ممكن يبقى عنده ديب اوفر بايت. طبعا الاكستريمز بتاعت الايه الاوفر بايت يا اما ايه، يا اما الاكستريم ايه، يا اما مفتوحه اللي اسمها ايه انتيري اوفر بايت، يا اما ديب اوفر بايت. في مرحله من المراحل العيان بيمر بمرحله ديب اوفر بايت في البرايمري دنتيشن، ودي اغلس مرحله ممكن تتعامل فيها لو جاي تعمل كروستي كرام. مفيش سبيس تماما ما بين الابر اي واللور اي، مفيش اي انتركلوزال سبيس، تفضل تشيل من الاي، تفضل تشيل من الابر واللور عشان تقدر تعمل فريم للايه للاوكلوجن، ومفيش. طبعا هنا بتقابلنا مشكله بعد ما حضرتك ابتديت تعمل ريدكشن، مش عارف الولد بقه مفتوح وفي اوبن بايت، كل ما تحط له كراون في ايه العضه مفتوحه. اصلا دي المفروض نعمل اكزامينشن للاوكلوجن قبل ما ابتدي اعمل سيلكشن ان الكيس دي اعرف اعمل لها كروميستير ولا لا. يعني ما تحطش نفسك في هذا الموقف ان انت مضطر، انت ابتديت تعمل ريدكشن فتحت الكونتاكت وعملت كلوز ريدكشن مش عارف تحط الكراون، كارثه لان البيشنت عنده ايه سيفير ديب اوفر بايت. يبقى انا اي هاف تو تشيك الاوكلوجن الاول واشوف البايت عامله ازاي، ودي ممكن بقابلها في سن ايه اللي هو تقريبا ممكن يكون ايه من 3 3 ونص، ممكن يكون عنده سيفير ديب اوفر بايت ومش عارف احط له كراون سبيشال في الايه في السكند برايمري مول. يبقى البيشنت ده الوحيد اللي ليه اكسكيوز ان انا ما ينفعش احط له كراون، يبقى البيشنت ده انا مضطر ان اعمل له ريستوريشن عادي، ان انا نو واي ان انا اقدر احط كراون. لو حطيت كراون هتبقى دايما البايت مفتوح، عشان كده بنقول بروبر سيلكشن اوف ذا كيس. لازم حضرتك تشيك وتسلكت الكيس قبل ما تبتدي تعمل ريدكشن اذا كنت هتعمل له كروميستيل ولا لا. بالنسبه للسبيسز اللي موجوده في البرايمري ديتشن عندنا كام نوع من السبيسز؟ حد يعرف؟ لي واي سبيس في البرايمري ديتشن، مين بيقول كده؟ مين بيقول لي واي سبيس؟ طبعا غلط، لي واي سبيس مش اي علاقه بالبرايمري ديتشن. خلاص؟ اوكي. ايه انواع السبيسز اللي موجوده في البرايمري؟ سؤالي واضح، بقول برايمري ديتشن لسه قايلين واحد دلوقتي. او انتر دنتال سبيسز، ذيس از نمبر 1. ايه تاني؟ اسمه ايه؟ ها؟ نوع تاني من السبيس مش سامعه. ما بين البي والسي في سبيس اسمه ايه؟ لا خلاص. ده يبقى انا لما اجي اقول لحضرتك ايه
الفسيولوجيه هو البرايم سبيس، هو نوع من انواع الفسيولوجيك سبيسز او نورمال سبيسز الموجوده في البرايم ديتيشن تايب 1 اللي هو النورمال ديتيشن اللي هو تايب 1 او ذا سبيس بارج. لكن تايب 2 ما فيهوش البرايم سبيس. حد يعرف ايه فايده لما اجي اقول لك الفاليو؟ لما اجي اقول لحضرتك ايه الفاليو بتاعت البرايم سبيس اقصد بيها سيجنيفيكانس، مش اقصد بيها فاليو ديجيتال فاليو، ما اقصدش قيمه رقميه او رقم، بقصد بيها الفاليو السيجنيفيكانس الامبورتنس الاهميه. تحليل كلمه فاليو معناها ايه؟ ايه تفتكروا الفاليو او السيجنيفيكانس بتاع البرايم سبيس؟ اسمع حضرتك، اسمع يا جماعه، تمنع الكراودنج في البيرمنت، خليك ادق، تمنع الكراودنج فين؟ في الانتيريور. انهي انتيريور؟ طيب بالظبط، هي في الابر موجود فين؟ ما بين البي وما بين السي. يبقى هي فعلا عمري موست بروبابلي، كلنا شفنا حالات قرايبنا واخواتنا واصحابنا، موست بروبابلي الكراودنج في الابر انتيريور لما يجي يطلع السنان يبدل البرايمري بالبيرمننت، لما يجي يطلع سنان نادرا ما الاقي كراودنج في الانتيريور. ايه اللي رايك؟ طبعا هو اصلا محتاج اورث. خلاص موست بروبابلي الكراودنج بيبقى فين؟ في اللور. ليه بقى؟ ليه؟ لان دايما السنان البرايمري ان بيرمننت انسايزز اللي طالعه السايز بتاعها اكبر من الايه؟ البرايمري انسايزز كمان يو ديستال واتس. واحنا هنا عندنا البرايمري سبيس في اللور فين؟ ورا ما بين السي وما بين الدي. خلاص يبقى هو يستغل منين؟ بالبوستيريور تيس وليس بالانتيريور تيس. يبقى البرايمري سبيس في اللور ما بين السي والدي هنستفيد منه في المولرز هنقوله حالا، لكن في الابر ما بين البي والسي استفيد منه للانسايدرز او الانتيريور تيس. عشان كده موست بروبابلي ما بيبقاش عندي مشكله الكراودنج، سنان الابر بيرمننت تطلع مرتاحه اكتر من اللور، اللور موست بروبابلي تطلع ان كراودد او ان ايه؟ ان بروبلي مان الاينمنت. هي دايما معوجه تجري علينا الاب الام او الاب يقول لنا الحق محتاج تقويم ولا لا، ولسه يا دوبك تبقى الايه؟ الانسايدر ايدجز بتاعت اللور انتيريورز او اللور سنترز يا دوبك لسه شقه خلاص، وهو ايه والسنترال ملموح كده ودريفتد ومعروف او طالع ورا شويه، يقولوا لي الحاج ده كده محتاج تقويم ولا لا؟ لازم نطمنهم ان دي حاجه ترانزيتوري ستيج، دي حاجه ايه انترميديت، حاجه مؤقته هيحصل لها ريليف بعد كده، دي حاجه مؤقته. بص بابا بيبقى شوفها في سن 7 8 واحيانا اب تو 9 لغايه ما يجي يطلع اللاترال السنان اللور انتيريور دي شويه ايه كراودد او دريفتد او ملفوته او ايه راكبه على بعض. ليه هيحصل لها ريليف بعد كده؟ حد يعرف؟ بالظبط، خدوا بالكم انا هنا عشان يحصل ريليف انا محتاجه ايه؟ محتاجه هنا مين اللي يزيد؟ هنا بس كلمه ناقصه ادق، محتاجه ايه اللي يزيد؟ محتاجه الواتس اللي يزيد، ماليش دعوه باللانس. خليني اتفق معاكم على مبدا مهم جدا، اللانس بتاع الارش، اللانس بتاع الايه الارش ما يزيدش قدام الاي بعد ما الاي يطلع، يعني من ساعه ما الاي طلع السكند برايمري مولر كل الجزء الانتيريور للاي ده اللانس بتاعه خلاص ما يزيدش، ما بيزيدش، ما عنديش الايه بمعنى ابسط الارش مش بيطول. امال ايه اللي بيحصل؟ حاجتين، الواتس بيزيد وهقول لكم ازاي، والماندبل كله بيتحرك. يبقى في فرق بين فورورد جروث اوف ذا ماندبل وانكريز في اللانس اوف ذا ارش. الارش ما يزيدش طولا، الطول ما بيزيدش قدام الاي، الطول بتاع الارش ما بيزيدش. امال ايه اللي بيحصل؟ الواتس بتاعه بيزيد هقول لكم حالا، والفورورد جروث اللي هو الديفرنشال جروث بتاع الماندبل كله بيطلع لقدام. فاهمين الفرق؟ فعشان كده لما يبقى هنا في كراودنج انا محتاجه ايه اللي يحصل؟ بيزيد في الواتس، حاجه اسمها انتربناين واتس. الانتربناين واتس هي المسافه ما بين الكناين ابر كناين لور كناين رايت واللور كناين ليفت. بيزيد الانتربناين واتس طول ما انا في البرايمري ديتيشن ستيج هو بيزيد. بيزيد اب تو كام؟ تقريبا 1 لـ 1.5 مللي. الماكسيموم انكريز الطفره اللي بتحصل في الانتربناين واتس تحصل لغايه سن 9 سنين اللي هو وقت طلوع مين؟ اللاترال انسايزر. عشان كده اول ما اللاترال يطلع يبقى ايه؟ على طول ملوح او معوج او ملوش مكان. لغايه سن 9 سنين العرض اللي قدام ده يزيد، يوصل للماكسيمم انكريز في الويت اب تو 3 مللي. 3 مللي. يزيد ل 3 مللي ويستوب على كده ما يزيدش تاني خالص. يبقى في البرايمري ديتيشن بيزيد تقريبا
تقريبا 1 ملي طول فتره البرايمري ديتكشن ستيج، لكن اول ما يجي يطلع الانسايزرز الجديده والسبيشال لاترال سايز لغايه سن 8 9 سنين يزيد الانتر 9 ونص بالماكسيمم فاليو بتاعته اللي هي 3 ملي، هي دي ملي هتعمل لي ريليف للكراود بتاع الورم. خلينا نرجع لموضوعنا شطحنا، يبقى خلينا احنا نرجع تاني للبرايمت سبيس. يبقى عرفنا البرايمت في الاوبر اشتغل فيه والبرايمت في اللور في المول مين اللي هيستغله؟ السيكس. برافو عليك. ماله السيكس وهو جاي يطلع عند سن كام؟ 6 سنين. يلاقي ايه؟ يلاقي فاضي ما بين الايه؟ السي والدي، صح؟ يروح يلاقي الاي وطالع لقدام مستغل السبيس ده. اسمه ايه الحركه اللي عملها دي؟ ايرلي ميديا شيفت. حلو، يبقى كده نرجع نوضح الايرلي ميديا شيفت. اللور 6 بيقفل مين؟ البرايمت سبيس. الايرلي ميديا شيفت بيحصل في ايه؟ وقت الاوبشن بتاع ال 6. الايرلي ميديا شيفت بيحصل عند سن 6 سنين، نقولها تاني. يبقى وقت طلوع ال 6 ال 6 يستغل البرايمت سبيس عند سن 6 سنين، اللي هيقول لي ليه ميديا شيفت هقوله. يبقى احنا عند سن كام؟ 6 سنين يحصل ايرلي. ال 6 يستغل البرايمت سبيس اللي ما بين السي وما بين الـ دي. حد يعرف ليه بيتحرك؟ ليه بيعمل كده؟ حد يعرف ليه السيكس بيزق الاي وياخد البرايمت سبيس اللي موجود وهو وقت ما بيطلع اللي هو عند سن 6 سنين؟ حد يعرف؟ ملوش علاقه بالبايت خالص. السايز بتاعه بيكون اكبر فهو عايز يعمل ايه يعني؟ هو بيعمل الايرلي ميديا شيفت محاوله منه ان هو يأسيوم النورمال اوكلوجن ريليشن شيب اللي هي كلاس ايه؟ كلاس 1 اوكلوجن. يبقى هذه الحركه او الايرلي ميديا شيفت محاوله من ال 6 ان هو ياسيوم النورمال اوكلوزر ريليشن شيب اللي هي كلاس 1 اوكلوجن. هنشوف صور عشان ما تتلخبطوش. ده اللي هو تايب 2 ارش اللي هو كلوزد ارش ما فيهوش اي جنايز سبيسنج او انتر دنتال سبيسز، وده موست بروبابلي بيدخل في كراودنج لان ولا عنده برايمت ولا عنده ايه جنايز سبيسنج، فطبعا موست بروبابلي هيحتاج ليتر اون للايه؟ اورثو لان مفيش ايه؟ سبيس للايه؟ للبرمن. طيب هنا عندي حاجه مهمه جدا جدا جدا، علاقه الابر اي باللور اي اللي هي بنسميها الترمينال بلين ريليشن شيب. علاقه الابر اي باللور اي مهمه جدا ليه؟ انهي حته في الاي بالظبط؟ الديستال سيرفيس. الديستال سيرفيس بتاع اللور اي علاقته ايه بالديستال سيرفيس بتاع الابر اي؟ شايفين انا ببتدي منين؟ الديستال بتاع اللور بالديستال بتاع الابر. دي مهمه جدا. اسمها ايه العلاقه دي؟ اسمها تيرمينال بلين ريليشن شيب. ليه هي مهمه؟ لان هي هتحدد لي نوع الاوكلوجن لما الشخص ده يبقى ادلت او الشخص ده يبقى ان فول بيرمننت ريليشن. يبقى هي دي اللي هتحددها لي علاقه الاي. يعني من اول سن 3 سنين هو اللي يحدد لي نوع الاوكلوجن. ايوه مفيش حاجه اسمها هعرف اذا كان محتاج تقويم بدري ولا لا، بعرف بس ممكن التدخل هو اللي يتاخر، لكن هيبان اذا كان فعلا محتاج اي تدخل ولا لا، لكن ممكن اعجل الانترفنشن. خلاص يبقى انا من اول 3 سنين اقدر اعرف نوع الاوكلوجن للراجل ده هيبقى نوعه ايه. ازاي؟ هنشوف حاجه اسمها التيرمينال بلين ريليشن شيب. هقول لكم حالا اهو. عندنا احتمالات كتير محدش ايه. اول حاجه عندنا اللي هي الموست كومن او ايه اللي هي بنسميها ستريت ريليشن شيب او ايه فلاش تيرمينال بلين ريليشن شيب، اللي هي دي ان الديستال سيرفيس بتاع اللور اي ان ستريت بلين او فلاش تيرمينال بلين ريليشن شيب مع الديستال سيرفيس بتاع الابر اي. انا هقول الاحتمالات الاول. يا اما الديستال بتاع اللور ان ميزيال ستاب ريليشن شيب او ميزيال ريليشن مع الابر بسميها ميزيال ستاب ريليشن شيب، يا اما الديستال سيرفيس بتاع اللور ان ديستال ريليشن شيب تو ذا ديستال سيرفيس بتاع الابر اسميها ديستال ستاب ريليشن شيب. اوكي؟ تمام؟ خش على السلايد اللي بعدها. دي هتحدد لي نوع الاوكلوجن. شايفين السكس؟ السكس ده هيزق او يطلع. يا هيزق او يطلع في نورمال يا هيزق ويطلع قوي هنقول هيحصل ايه، يا مش هيزق قوي ويطلع هيعمل ايه. عندي دايما احتمال يتوقف على حاجتين، كميه المومنت اللي بتتحرك بيتحركها السيكس اللي هو الشيفت اللي بيعمله السيكس الميزيا
which type of occlusion, class 1 ولا class 2 ولا class 3. هقولها حالا دلوقتي في الايه؟ في الميكسد دنتج. طيب الستيج رقم 2 لسه لينا الاكمله في الريليشن شيب. الستيج رقم 2 او الجيل رقم 3 بقى اللي هو الميكسد دنتج اللي هو معذور اول سنه بيرمننت اللي هو 6 من اول سن 6 سنين لغايه سن 12 سنه. ودي للتسهيل هتلاقيه هنقسمها ل 2 بيريدز. واحدة اسمها first transitional period اللي احنا نقدر مجازا نقول عليها من اول 6 ل 9 سنين، وواحدة من 9 سنين ل 12 سنة اللي هي second transitional period. يبقى انا عندي من 6 ل 12 هقسمهم من 6 ل 9 ومن 9 ل 12. من 6 ل 9 اللي هي first transitional period اللي characterized by ايه؟ eruption of first permanent molar و eruption ل permanent incisors. النورمال كلاس 1 مور ريليشن شيب اللي احنا قلناها اللي هي ايه؟ انجل كلاس 1 ايه؟ اوكلوجن. بيكون الميديو باكال كاست بتاع الابر قاعد فين؟ في السنترال فاسا او ايه مور ديستن للور اللي هي دي. الميديو باكال كاست بتاع الابر 6 قاعد نايم في السنترال فاسا بتاع اللور 6 ده كلاس 1. لو هو قدام عن كده الابر 6 يبقى بقى كلاس 2 مور ريليشن شيب. لو كان الابر 6 ورا عن كده او اللور 6 متقدم عنه يبقى هيبقى كلاس 3 مولر ريليشن. الفيرست بيرمننت مولر زي ما قلنا هيوتيلايز السبيسز الموجوده ويدريفت ميزيل. اللور هيوتيلايز البرايمت سبيس الموجود في اللور وهيعمل حاجه اسمها ايرلي ميزيال شيفت زي ما قلنا. في حاجه ثانيه غير الايرلي ميزيال شيفت اللي بتحدد لي برده نوع الاوكلوجن. فاكتور تاني هو كمية الفورورد جروث بتاعة المانيول. دي الاحتمالات اللي احنا بنتكلم عليها. بص على الارو الاول، الارو الاحمر ده معناه ان هو عمل مينيمال جروث للمانيول. المانيول طلع لقدام الفورورد جروث بتاعه كان مينيمال. امال النورمال ايه؟ هو الخط الاسود. هو الفورورد جروث بتاع المانيول اللي هو بالشكل الطبيعي والكمية الطبيعية. اما الدوت المنقط ده هو كمية الميزيال شيفت اللي عملها السيكس. خلاص؟ لو جينا اتكلمنا على التيرنر فيه ريليشن شيب، لو هو اتحرك بشكل طبيعي المانديبل عمل فورورد جروث بالكميه الطبيعيه بتاعته وصل لكلاس 1 اوكلوجن، لكن لو اتحرك قليل هيبقى اند تو اند. طب بالنسبه للميديال ستيب لو اتحرك كتير هيبقى كلاس 3 مان اوكلوجن، لو اتحرك عادي او اولاد اقل من العادي يبقى كلاس 1. اما الديستال ستيب يا اما يبقى كلاس 2 يا اما يبقى اند تو اند. يبقى هنا نوع العلاقه ما بين الايه؟ الابر اي واللور اي حسب كميه الفورورد جروث بتاعت المانديبل وحسب الميزيال شيفت اللي بيعملها المانديبل 6 وهو طالع هيحدد لي اذا كان هيوصل لكلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3. زي ما قلنا اول ما يطلع الايه؟ الانسايزرز هيبقى ايه؟ كميه السبيس اللي محتاجها اللور بيرمننت انسايزر عشان يبقى بروبرلي الاين في الارش دي بسميها ايه؟ الريكوايرد سبيس. يعني ايه الريكوايرد سبيس؟ كميه السبيس اللي محتاجها البيرمننت انسايدرز عشان تبير بروبرلي الاين في الارض تبقى مرصوصه بايه؟ بعدلتها في الدنتال ارض. اما الافيلبل سبيس اللي هو الواقع اللي احنا موجودين فيه هو السبيس المتاح في الوقت الحالي. لقينا ان السبيس المتاح اللي هو الافيلبل ناقص عن اللي محتاجه الانسايدرز بقد ايه؟ 1.6. يبقى لقينا ان الافيلبل سبيس نيد فور ايه؟ فور ذا بيرمننت انسايزرز الريكوايرد سبيس قصدي اقل من الافيلبل سبيس بقى ايه؟ 1.6. يعني هو محتاج 1.5 مللي عشان السنان دي تترص بشكل طبيعي. عشان كده دايما النورمال بتاعي بيبقى فيه كراودنج. يبقى اول ما العيان يجي يجري عليك ويقول لك في كراودنج الحمل ده محتاج تقويم هنقول له لا دي مرحله انتقاليه طبيعيه. طبيعي جدا هو بيطلع البيرمننت انسايزر يبقى فيه شويه كراودنج في الاول هيحصل لهم ريليف بعد كده والسنان تترص. الحاله دي او الكونديشن دي بتاعت الترانزيتوري ستيج دي بسميها انسايزر لايبيلتي. انسايزر لايبيلتي ان الافيلبل سبيس اقل من الريكوايرد سبيس ب 1.6 ملم. طيب نتيجه للفرق في السايز ما بين الايربتنج بيرمننت انسايزرز وما بين الايه؟ النارو الميديو ديستال ويست بتاع الايه؟ البرايمري انسايزر. الانسايدو لايبيلتي دي هتتحسن ازاي؟ طبعا دي حاجه ثانيه لما يحصل مين والايربشن للور انسايدوز عن الايه؟ بيرمننت انسايدوز عن ايه؟ بتبقى موجوده لينجوال للبرايمري دي كونديشن ثانيه اللي انا بتكلم عليها غير الكراود.
بتبتدي تطلع مكانها، بس شايفين المكان قد ايه؟ شايفين هي محتاجه مكان قد ايه؟ كل الايه؟ نص البي. شايفين؟ شايفين ميزي الليستة بس بتاع دي؟ كل العرض ده هيجيبه منين؟ عندي ديفيشنسي هنا 1.5 مللي، 1.6 مللي. ده هنجيبه منين؟ قول. هنجيبه منين؟ الانكريز اللي انت كان عامل ده منين؟ اللي هو اب تو 3 مللي هيديني زياده كمان، 1.5 زياده لغايه سن 9 سنين هو وقت طلوع اللاتر. وايه كمان؟ الانتر دنتال سبيسز، الانتر دنتال سبيسز او جرايز سبيس موجود. برايفت ده في الابر مين مش في اللور. ايه كمان؟ في حاجه مهمه قوي، اللور انسايزرز البرايمري اللي هم الايز والبيز بيبقوا واقفين كده ابرايت، واقفين كده ايه؟ عاملين زاويه ايه؟ قايمه ابرايت بوزيشن. اما لما بيجي يطلع الايه؟ الدورمنت هيعملوا ايه؟ بيبقوا مور بروكلايند، بيوسعوا لنفسهم مور بروكلايند، بيبقوا ايه؟ بيترصوا في وايدر ارش، يعني ايه؟ موسعين نفسهم كده فبياخدوا مساحه ايه؟ اكبر، خلاص بيحتاجوا قصدي مساحه ايه؟ اقل، عشان هم موسعين لنفسهم. يبقى انا عندي فور فاكتورز ايه؟ اوفركم ايه؟ فكره الانسايزر لايبيليتي، بروكلايميشن ان هم ربط ان وايدر ارش، ويوتيلايزيشن اوف ذا برايمري سبيسز تو برايمري ديتيشن، وي انكريز الانتر كانال ويدث اب تو 3 ملم لغايه سن 9 سنين. دي مهمه جدا في الانسايزر لايبيليتي. في حاجه ثانيه مهمه جدا وبتصير فيها كتير قوي، وطبعا اللي بيبقى عايز يعمل شغل بيعمل شغل، واللي طبعا بيبقى فاهم او يعني بيراعي بقى يعني ربنا بيقول ان دي حاجه نورمال او فيسيولوجي بتظهر، اللي هي اسمها الاجلي داكلينج ستيج. الاجلي داكلينج ستيج هي مرحله انتقاليه زي ما قلنا برضو الانسايد لايبيلتي او كراودنج اللور ده برضو هي مرحله انتقاليه بنطمن بيها على العيان ونقول ان هي بتروح بعد كده بتتحسن. برضو الاجلي داكلينج ستيج نفس القصه. لما يجي يطلع الجورمنت كيناين، لما يجي يطلع اول حاجه تعمل الاجلي داكلينج ستيج بتحصل في سن قد ايه؟ من اول 9 سنين تقريبا او 8.5 لغايه 12 بس اللي هو وقت الايربشن بتاع البيرمنت كيلو. خلاص بيبقى فعلا سميناها ابلي داكلينج ستيج لان فعلا الطفل بيبقى شكله قبيح، بيبقى شكله مش حلو خالص بعد ما كانت سنانه الايه المنمنه الصغيره والضحكه الحلوه، تلاقيه ابتدت السنان تفرع عن بعض ويطلع له ايه زي ما مامته بتقول كده ضب، وبقى شكله مش حلو ودي والمنظر بيبقى ايه مش حلو خالص، عشان كده سميناها ابلي داكلينج ستيج. نتيجة من البيرمنت كيناين بي اكزيرت بريشر على الروتس بتاعة اللاترالز، قاعد يزق الروتس بتاعة اللاترال، فاللاترال ايه؟ نتيجة ان هو بي اكزيرت بريشر على الروتس بتاعة اللاترال، الفورس دي هتنتقل للروتس بتاعة السنترز، فالسنترز قاعدة تزق فيها ميديال، قاعدة تزق فيها ميديال يعني ناحية الميد لاين، هتحصل لها ايه كراونز؟ كراونز هيحصل لها فلاننج، هيحصل لها ميد لاين دايركت، هيحصل لها فوق ايه؟ بروتروجن. يبقى السنان هيحصل لها سبيسنج وفلارنج وبروكلايزيشن، بقى عنده بروز وعنده سبيسنج وكمان السنان مفرقه عن بعض وفلارنج كده ايه لبره، حتى لدرجه ان ايه ساعات يعني بيكونوا مكسوفين يضحكوا في المرحله دي. طبعا دي مرحله مؤقته، وانس ان الايه الفورسز دي هيحصل لها ريليف باي ذا كونتينيوس ايربشن اوف ذا بيرمنت كيناين، هيحصل لها سبونتينيوس ريجريشن او سبونتينيوس ريزوليوشن، هتختفي لوحدها والايه والدياستما والايه البروكلايزيشن او البروتوجن الايه اللي حصل ده هيقل للتدريج لغايه ما الكينايز يطلع ويبقى نورمال ايه بوزيشن. ده منظر الاجلي داكلينج ستيج. السن ايه في ميد لاين دياستما، السنان ايه فليرد بعيد عن بعض وكمان بارزه لبره. طبعا لازم تفرق ما بين الميد لاين دياستما الفسيولوجيك اللي هتروح بسبب الاجلي داكلينج ستيج وما بين ميد لاين دياستما لاسباب اخرى. الميد لاين دياستما ايه ممكن يكون ليها اسباب ثانيه اللي هي ايه؟ ممكن لو هو عنده سوبر نيوراليتيز سواء ايربتد او ان ايربتد، ممكن ما تبقاش ظاهره في بقه لكن عايز اعمل اكس راي الاقي عنده سوبر نيوراليتيز او ليفي دانس عامل ميد لاين دياستما، او عنده ليبيال فرينم الاتاتشن بتاع ليبيال فرينم كان اب نورمال او بنسميه لو ليبيال فرينم اتاتشن، الفانكشن فرينم هو اللي عامل الميد لاين دياستما. دي اسباب ثانيه انا ماليش دعوه بيها، اي هاف تو اكسكلود قبل ما اقول ان الميد لاين دياستما دي سببها الاجلي داكلينج ستيج. دكتور مش عايز اتكلم. احيانا يحصل البروتروجن او الميد لاين دياستما لاسباب ثانيه او البروكلايزيشن بتاع السنان بسبب الايه الصم ساكينج او الديجيت ساكينج، برضه
باي تيكينج هيستوري من العين. احيانا الاي سنترال انسايزرز تبقى ثلاثه ليراتب في الاي ابنورمال بوزيشن بتاعها لان الاي ريتيند وما اتخلعتش او ما حصلهاش فيسيولوجيك ريزوربشن، فعشان كده السنترال تبقت ثلاثه. ودي سيمبلي طبعا الحق في الاول لان طول ما الروت بتاع السنترال ما اكتملش طول ما هيبقى اسهل الموفمنت بتاعتها تتحرك اسرع، لكن لو انا استنيت عليها وبقت ساستين لمده طويله هتبقى الموفمنت بتاعتها اصعب وممكن بعد كده ليتر اون يحتاج فورت لو انا اتاخرت قوي. فطبعا لو انا عندي ريتيند ايه لازم اعمل لها ايه اكستراكشن عشان السنترال تاسيوم ان هو البوزيشن بتاعتها تتحرك بايه فيسيولوجي لوحدها خالص من ايه بالمصل اكشن بتاعت الطن بالمصل اكشن بتاعت ايه. Combined with the C, D, E, we are erupted 3, 4, 5.
هو المسؤول هذا الاي واي سبيس بيوتيلايز باي ذا سيكتورز بروتوكول عشان يعمل ليت ايزي شيفت. لو انا ما استغلتش اللي انت بتفرضه الولد بدل بدل هنا بقى عمليه خطيره جدا. العيان ده لازم يتحط له باسيف ليمبر. لازم لو انا عندي خلعت بدري او بدل بدري ولسه بدري عقبال ما يطلع التيمورز لازم امنتين الوضع كما هو. حتى لو هيحتاج ليتر اور اورثو ايوه بدل ما هو هيحصل ان السكس لو لقى مكانه فاضي بدل ما هيتحرك زي مثلا 100 هيتحرك براحته. خلاص يبقى انا اي هاف تو ايه ستابلايز الايه السبيس زي ما هو او مديني السبيس على وضعه كده اهو بان انا بعمل باسيف ليمبر ارش او ترانسبارنتال بار عشان امنتين الارش زي ما هو ليتر اور لغايه ما يطلع الايه البيرمننت ايه 6 او يسيوم النورمال اوكلوجن ريليشن شيب. وبعدين بعد كده لو انا محتاجه اعمل اورثو هعمل اورثو. لما احرك السنه 1 مللي او محتاجه بس سبيس 1 مللي غير لما احتاج 3 و4. خلاص ده بالنسبه لليوتيلايزيشن اوف ذا لي واي سبيس. اخر حاجه هقولها اللي هي البيرمننت ديشن اللي هي من اول سن 12 سنه لغايه ما يطلع الوزدم اللي هو سن 18 سنه. ما حدش دلوقتي بيطلع وزدم 18 سنه خالص. احنا الوزدم اب تو 25 سنه بيفضل يطلع. ما هو فيش سبيس خلاص كلنا بقينا ناكل جانك فود والمنتلز بتاعتنا حصل لها مشاكل. اوكي؟ هنا بيقول لك في البيرمننت ديشن الافرج بتاع الاوفر بايت بيبقى تقريبا 50%. يعني تقريبا الابر مغطيه نص اللون من 10 ل 50%. اما الاوفر جيت تقريبا زي ما قلنا من 1 مللي زي برايمري او 3 مللي تمت. الانتي ويت يزيد 1 تو 2 مللي خلال البرايمري ديتيشن لكن الماكسيموم انكريز بتاعه في النكس ديتيشن عند سن 9 من 8 ل 9 اللي هو بيوصل ل 3 مللي. يبقى خدوا بالكم يبقى هو كده بيزيد مللي او 2 مللي في البرايمري لما يجي يطلع كمان اللاترال 8 9 كمان 3 مللي. انا عندي انكريز في الانتربرال ويز تقريبا اب تو 5 في البرايمري 1 او 2 وفي الميكس 3 خلاص. والجروث او الانتركراين ويز الماكسيموم بتاعه اراوند 9 سنين وما يزيدش تاني خلاص بعد كده. ده كان بالنسبه للجزء بتاع الانكلوجن. بعد كده خلاص الجزء اللي جاي ده تيزي مش عليكم. انا النهارده اصريت ان انا ادي الانكلوجن في محاضره لوحده مع ان انا ما كنتش بعمل كده السنين اللي فاتت عشان دايما محاضره الاوكلوجن دايما مش عارفه دايما بس انتوا مش واضح كده ما شاء الله ليها كده ايه يعني دايما محاضره الاوكلوجن مش عارفه تحصل لكم فاليد. فعشان كده حتى بقينا نشرحها في سكشن ما كناش بنشرحها قبل كده. فانا المحاضره كان المفروض ادي كمان فيرست دنتال فيزيت. فيرست دنتال فيزيت عبيطه جدا يا اما انتوا هتحضروها في الكتاب يا اما انا هجري عليها بسرعه 5 دقائق المحاضره الجايه لان المحاضره الجايه لازم ادي لوكال ارتيديا وكافيتي بريبريشن. خلاص الاثنين هديهم محاضرات ان شاء الله باذن الله. شكرا يا جماعه.